نظمت الجمعية الجزائرية لمهنيي رعاية المواليد والأطفال تجمعا جهويا لتكوين مساعدات القابلات بمركب سارة. التجمع الجهوي ضم عدة ولايات بالشرق الجزائري، حيث تم التطرق فيه للعديد من النقاط الهامة توضح كيفية التعامل مع الرضيع بدءا من لحظة الولادة حتى خروجه من المشفى. السلام عليكم، فتيحة دحماني، رئيسة الجمعية الجزائرية لمهنيي رعاية المواليد والأطفال. الجمعية هي وطنية تأسست منذ تقريب عام، والهدف تاعنا هو أنه نعرفوا بالجمعية بوظائف بأهداف الجمعية اللي هي حماية الطفل، سواء كان الطفل المريض أو الطفل المعافى، يعني الغير مريض. نشوفوا أنه من هي هذه المهنية لرعاية المواليد والأطفال. هي اسمحوا لي راح جوفي ميكسبريمي اون فرونسي، هي لا بيريكولتريس اون جينيرال. لا بيريكولتريس اللي سبيسياليست اون سوان اي ديفلوبمون دو لانفون، كو سو سوا لانفون مالاد ou l'enfant sain. Elle est là à surveiller l'enfant malade dans les hôpitaux, elle est là dans les PMI à suivre l'enfant, à faire sa consultation de périculture, que ce soit sur le plan développement psychomoteur, sur le plan diététique, la surveillance staturo-pondérale et tout ce qui s'ensuit. Quand il s'agit d'hôpitaux, elle est là dans les services de maternité, elle est dans les services de néonatologie. Oui, on peut transférer par exemple le thème le prématuré. La prise en charge du prématuré, elle est très délicate. Donc on a fait une journée de formation pour les péricultrices de l'Est dans la wilaya de Constantine, اللي هي عاصمة الثقافة العربية. احنا سبقنا شوية من قبل وعملناها في هذا الإطار. Bon, salam alaikum. Je me présente Badri Fadila, péricultrice, Riaït Mawalid, معناتها en arabe, à Constantine. Bon, مرحبا بكم اولا في هذا اليوم اليوم الجهوي لرعاية المواليد اللي درناه في اطار بربي شهر الثقافه العربيه ملقاها وجا شوي مسبق. نرحبوا بكامل الولايات اللي جاو لينا، على راسهم رئيسه الجمعيه مدام دحماني اللي ساعدتنا بزاف باش نكونوا هذه الجمعيه اللي حنا صافي لونتون حنا نحلموا بها. كان بالنسبه لينا كان حلم وراه تحقق غاس ليها، والبنات كامل اللي عاونونا سينا تعرفوا نتصلوا بعضنا شاك ولايه، نهزوا شكون هما لي بيكولتريس دو شاك ولايه باش نديروا جمعيه. تعرفنا واش هي الدور تاعنا و باش نعاونوا لي بارون باش يعرفوا بلي كاينه اختي مهنيه مختصه باش تهز لو بيبي، سواء راهو هذا البيبي مريض ولا صحيح، من ولاده حتى المراهقه. باش بيسك قليل من الناس اللي يعرفوا بلي كاينه ليكزيست لا بيريكولتريس هنا في الجزائر، والحمد لله راهي كاينه وكاينه بكثره، وصبت عندنا جمعيه وبربي ان شاء الله نوصلوا للقدام. وان شاء الله يجي نهار اللي يعرفوا كامل كي تقول بيريكولتريس اي انسان يقول سيتادير راهي بيريكولتريس سيتادير راهي البيبي، راهي هي اللي حاكمه البيبي. حتى لتكون بهذا مثل هذه الجمعيات فاعله للرقي بمستوى مهني رعايه المواليد والاطفال نحو افق افضل.